السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبابنا الكرام ومرحبا بكم ومع مجلس جديد من مجالس النحو المستطاب، سؤال وجواب وإعراب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم، وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند الصفحة 38 والحديث عن علامات الخفض. نعم، قال الشيخ دكتور الأهدل حفظه الله: اذكر علامات الخفض. جيم: علامات الخفض الكسرة وهي الأصل، والفتحة والياء وهما نائبتان عن الكسرة. إذا الأصل عندنا هو الكسرة. كلمة الخفض هذا اصطلاح الكوفيين، البصريون يقولون الجر، البصريون يقولون الجر، والكوفيون يقولون ماذا؟ الخفض. نعم، وكما تعلمون البصريون يفرقون بين ألقاب البناء وألقاب الإعراب، بيد أن الكوفيين لا يفرقون. الكسرة تكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع، أذكرهما مع الأمثلة. جيم: تكون الكسرة علامة الخفض في الاسم المفرد المنصرف نحو بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظ معي، بسمي هنا الجر بالباء، نقول اسم هو اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، اسم من السمو كما قال البصريون، أو من السمة يعني العلامة كما قال الكوفيون. بسم الله هنا الجر بالإضافة، الرحمن صفة لله سبحانه وتعالى، الرحيم صفة أيضا. نعم، والبعض يقول بدل. ما الذي يقول بدل؟ على اعتبار أن اسم الله لا يقول إنه مسموع هكذا، يقول مشتق، فمن قال إنه مشتق أجاز إن إيه؟ إن الرحمن تكون بدلا منه، وهو أحد قولي سيبويه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، إذا المستفاد هنا إن إيه؟ الخفض بالإيه؟ بحرف أو بالإضافة أو بالصفة، تمام؟ وعلامة الخفض هي الإيه؟ الكسرة، علامة أصلية. أولئك على هدى، أيضا هدى. تعال معي لننظر للإعراب، كيف أعرب؟ قال بسم الله، الباء حرف جر، اسم مجرور بالباء وعلم الجر الكسر وآخره، والجر مجرور متعلق محذوف وجوبا وهو مضاف، ولفظ جلاله مضاف إليه، مجرور وعلم الجره كسر وآخره. الرحمن الرحيم صفة الله تعالى، وصفة طبعا موصوف في إعرابه تبعتاه في جره، وعلامة الجر فيهما كسر آخرهما. أولئك على هدى، أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب، أولئك حرف خطاب على حرف جر. طبعا هنا الأفضل نعمل فصل عشان نفصل الكلام، فهمش حرف خطاب على خطاب على، لا، حرف خطاب الكاف حرف خطاب مبني على إيه؟ على الفتح. على حرف جر طبعا مبني على السكون، كل حروف مبنية. هدى مجرور بعلى وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة المعوض عنها التنوين. نعم، هدى، هدى. إذن كيف الألف المحذوفة معوض عنها بالتنوين؟ هدى، 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 هذا اسم ايه؟ اسم مقصور. هدى اسم مقصور، وهذا التنوين يسمى بتنوين العوض. نعم، تنوين العوض.
إذن العوض عن حرف طبعا. كسرة مقدرة على الألف محذوفة، المعوض عنها التنوين. كان الأصل هدى ين، غواش غواشي ين. منع من ظهورها التعذر لأنه اسم المقصور. وجملة الجار والمشكوك في محل رفع خبر المبتدأ. ثم قال: وفي جمع التكسير المنصرف نحو للرجال نصيب. هنا أيضا علامة الجر الايه؟ الكسر. الصوت بيتقطع شوية. إذا نكمل. وفي جمع التكسير منصرف نحو للرجال نصيب. لاحظ جمع تكسير منصرف، يعني منصرف يعني يقبل التنوين. رجال من المؤمنين رجال صدقوا، خلاص ادخله في الاختبار، في معمل الاختبار. اذا قبل التنوين فهو منصرف، اذا لم يقبل يبقى هو غير منصرف، ممنوع من الصرف. وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو قل للمؤمنات. تمام. طيب تعال نشوف الاعراب لرجال نصيب. خفض اهو علامة الخفض كسر. لرجال جار ومجرور، واللام حرف جر، الرجال طبعا بالتفصيل يعني حرف جر، لي لام حرف جر مبني على ايه؟ الكسر. تمام. الرجال مجرور باللام، اسم مجرور بالايه؟ باللام، وعلامة جره كسر واخره، كسر الظهير على اخره. والجر مجرور متعلق بواجب الحذف في محل رفع خبر مقدم. نصيب مبتدأ. الله، طب لماذا لا أقول لرجال مبتدأ ونصيب خبر وأنهي الموضوع؟ رحم الله أستاذنا الحبيب دكتور طه الجندي عندما اختبرني في الشفوي في كل دار العلوم، فسألني سؤالا شبيها بهذا. نعم، وقال ممكن تقول هذا مبتدأ وهذا خبر، ولكن المبتدأ لا يكون شبه جملة. المبتدأ لا يكون شبه جملة. الإعراب حدثني في إعراب قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك. نعم. إذن بيده الملك للرجال نصيب، فللرجال تقول إيه؟ الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. طيب نصيب مبتدأ مؤخر. الله، نصيب ايه؟ مبتدأ مؤخر مرفوع على مترفعه ضم اخر. رحم الله شيوخنا وعلماءنا. قل للمؤمنات، قل فعل امر مبني على السكون وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره انت. قل يا محمد، قل انت. للمؤمنات الجار مجرور، اللام حرف جر، المؤمنات مجرور باللام وعلامة جره كسر اخر. ومررت بأولاة الأحمال. طب ودي قال ومررت، وفي آية بتقول ومررت بأولاة الأحمال؟ لا، بس حتى يأتي لك بمثال الخبر، لأن الآية قال وأولاة الأحمال. وأولاة الأحمال، فهو يريد أن هو يأتي لك بإيه؟ بالملحق بجمع المؤنث السالم. مررت فعل وفاعل. مر فعل ماض مبني على فتح المقدر على آخره، منع مضر اشتغال المحل بالسكون العارض. أقول مررت، مررت من المرارة، ولا مررت من المرور؟ قل مررت، مررت. فإيه الشيء اللي حصل؟ أصبحت إيه؟ مررت أصلها مرة، فليه سكننا الراء اللي بتاعت مرار؟ لاحظ أصلها مرة. لو قلت مرارة، مرارة، لا، انت حركت الايه؟ الراء الثانية، وهذا مكروه في اللغة ان تجمع بين اربع متحركات. ولهذا نقول مبني على السكون
على الظاهر هكذا، وهذا إعراب المبتدئين. أو تقول مبني على إيه؟ على فتح المقدر على آخره، منع مصدر اشتغال المحل بالسكون العارض، يراها تتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل بأولاتي، الباء حرف جر، أولاتي مجرور بالباء وعلامة جره كسر آخره، وأولاتي مضاف والأحمال مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر آخره. ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إلى أبيكم جار ومجرور، إلى حرف جر، أبي مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم علامة الجمع. يرجعوا إلى أبيكم، أبيكم، نعم تمام. إذن هو أتى هنا بيرجعوا إلى أبيكم، لماذا؟ ما سبب ذكر يرجعوا إلى أبيكم؟ حتى يأتي لك بمثال في الايه الأسماء الخمسة. إذن سين تنوب الياء عن الخفض في ثلاثة مواضع، أذكرها مع الأمثلة. جيم تنوب الياء عن الخفض في الأسماء الخمسة نحو يرجعوا إلى أبيكم. إذن في حالة رفع تقول هذا أبوكم، كما قال وأبونا شيخ كبير، هذا في حالة الرفع مبتدأ. إذن مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه إيه من الأسماء الخمسة. طيب في حالة النصب ننصب بالإيه؟ بالألف، أباكم، إن أباها. طيب في حالة الخفض هتنصب بالإيه؟ هتجر بالياء، تجر وعلامة الجر الياء. ارجعوا إلى أبيكم، تمام واضح. طيب وفي المثنى وما حمل عليه نحو حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى أبلغ مجمع البحرين. نعم هنا نلاحظ المثنى وما حمل عليه، حتى حرف غاية ونصب، حتى حرف غاية ونصب. أبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه فتح آخره، وفعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. نعم حتى أبلغ إيه؟ أنا، لابد أن لكل فعل من فعل كما اتفقنا. الفعل هنا ظاهر أم مستتر؟ مستتر. هناك مواضع للاستتار ومواضع للظهور، وضع وجوب ووضع جواز، ستأتي معنا إن شاء الله في التطبيق نحو. نعم. أبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه فتح آخره، وفعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. ومجمع مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح آخره هو مضاف، والبحرين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون زيدت عوضا عن التنوين الذي في الاسم المفرد، حتى أبلغ مجمع البحرين. تمام. طيب قال ومررت باثنين، لاحظ مررت فتت معنا، مررت فعل مفاعل، مر فعل ماض مبني على فتح المقدر على اخره، من مصدر يشتغل المحل بسكون عارض، كره تتوالي اربع متحركات فيما هو ككلمه واحده. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل اسم، هذا التاء هذه اسم، وكما قال ابن هشام الاسناد من اقوى علامات الاسميه، الاسناد من اقوى علامات الاسميه. نعم لان لا يمكن ان تضيف اليه علامه اخرى، هذه التاء مثلا تقول تن تنوين، طب سنتجرها لا، جر والتنوين والندى وقال ومسند الاسم تمييز الحصر، فالإسناد أقوى العلامة لتفرده مبني على الضم في محل رفع فعل. باثنين الباء حرف جر مبني طبعا على الكسر، اثنين مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه محمول على المثنى.
نعم. وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو قل للمؤمنين، جمع مذكر سالم، فإطعام 60 مسكينا. لاحظ معي، قل للمؤمنين، قل فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، للمؤمنين جار ومجرور، اللام حرف جر، والمؤمنين مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون زيدت عوضا عن التنوين الذي في الاسم المفرد. فإطعام 60 مسكينا، الفاء داخلة في جواب الشرط من قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا عندما تعرب لا تأخذ الكلام معزولا عما قبله، لابد أن تفهم ما قبله وأن تعرفه جيدا. لماذا؟ لأن الفاء عندما تدخل بيكون لها علة، الواو لما تدخل بيكون لها علة، اللام بتدخل لها علة، فإذا فإطعام هذه الفاء داخلة في جواب شرط فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يبقى إذا هذه من اللي هي احنا قلنا عليها ايه اسم شرط، وبعدين لم يستطع هذه ايه هذه فعل الشرط، وجواب الشرط في إطعام 60 مسكين. 60 مسكينا، مسكين هو يعني الذي لا يملك ما يكفي، او يعني يملك ولكن لا يكفي، وقال الفقهاء يملك ولكن ايه ولكن لا يكفي، بخلاف الفقير لا يملك. اما السفينة فكانت للمساكين، او مسكين بمعنى كما قال ابو حنيفة لا ده مقدار، مقدار من الايه من المدفوع، 60 مسكينا يعني كم صاع ديها. طيب فمن لم يستطع فإطعام 60. إطعام مبتدأ مرفوع بالابتداء، بالابتداء طبعا ما فيش همزة خطأ، هذا خطأ، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم آخره. نعم، فإطعام إطعام مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم آخره، وخبره محذوف تقديره فعليه إطعام 60. وإطعام مصدر يعمل عمل الفعل، يرفع الفعل وينصب المفعول وهو مضاف. نعم، وستين مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه محمول على جمع المذكر السالم. ومسكينا تمييز منصوب علامة نصبه فتح آخره. نعم. إذا لاحظنا هنا محل الشاهد هو إيه؟ مسكينة. كيف نعربها؟ نقول عفوا محل الشاهد هنا ايه 60، 60 نعم 60 نقول مضاف اليه وعلامة جره ايه الياء نيابة عن الكسرة لانه محمول على جمع المذكر السالم. 60 محمول على جمع المذكر السالم، يعمل نفس المعامل. سين تنوب الفتحة عن الخفض في موضع واحد، اذكره مع المثال. جيم تنوب الفتحة عن الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، ممنوع من الصرف سواء كان مفردا نحو أوحينا إلى إبراهيم، مش إبراهيمي، فحيوا بأحسن منها. لاحظ معي، وأوحينا إلى إبراهيم، الواو حرف عطف، أوحينا فعل وفاعل، أوحى فعل ماض، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إلى حرف جر، حرف جر إبراهيم مجرور بإلى وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسعة وهي العالمية والعجمة. فحيوا بأحسن منها، الفاء رابطة لجواب إذا من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية. حيوا فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بأحسن الباء حرف جر، وأحسن مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع وهي الوصف ووزن الفعل. أحسن وصف، هي وصف فحيوا بإيه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، فأحسن وصف ووزنها أفعل، وزن أفعل، أفعل تفضيل، وأحسن أفعل تفضيل يعمل عمل الفعل، يرفع الفعل وينصب المفعول وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي، منها جار ومجرور من حرف جر والها
الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل اللي هي هاء والالف، مبني على السكون في محل جر بمن، والجر ومجرور متعلق باحسن. طبعا هنا البعض يقول لي طيب انا بقرا في القران الكريم في سوره النحل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. ليه قال باحسن؟ لماذا سورة النحل وآيتان متتابعتان؟ لما تقرأ كده في سورة النحل هتجد ايه؟ ستجد الآيتين متتابعتين ورا بعض، وإذا حييتم بتحية، هذه التي قلتها اللي هي الآية رقم كام؟ عفوا، من عمل صالحا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عفوا، أنا قلت الذي بأحسن ما كانوا. هتجد هذه الآية 97، وهتجد قبلها أيضا 96. ولنجزين الذين صبروا، كما يقرأ عاصم وابن كثير وإيه ويعقوب وابن عامر له الخلاف والبقون، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما. طب ليه؟ ايش السبب؟ هل تعرفون السبب؟ الإضافة. الله يفتح عليك، بارك الله فيك يا شاء الله، ما شاء الله. السبب هو ايه؟ الإضافة. وجر كما قال ابن مالك، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف او يأتي بعد ال ردف، ما لم يضف. هل في إضافة؟ اذا كان في إضافة يجر بالعلامة الأصلية بأحسن ما. إذا قطع عن الإضافة يجر بفتحة نيابة عن الكسر، وهذا ما حدث هنا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، مررت بأحسن منكم، خلاص، مررت بأحسن إنسان، بأفضل إنسان، يبقى كده إيه؟ في إضافة، واضح؟ طيب أيضا قال أو جمع تكسير، ما زلنا نتكلم عن الجر بالإيه؟ بالفتحة، ماشي، الجر بالفتحة نيابة عن الكسر. أو جمع تكسير، جمع تكسير وإيه وممنوع من الصرف، اللي هو إيه؟ صيغة مفاعل أو مفاعيل، أصابح أو مصابيح، قنابل أو سجاجيد إلى آخره، كل جمع تمام كان في آخره إيه؟ كيف الصيغة يقولونها؟ نحالهم صيغة جميلة في تعريف هذا، يقول بمثل وزن مفاعل أو مفاعيل، تمام؟ والبعض يقول لا، في كمان في طريقة أخرى، أقول كل جمع آخره ألف، تمام، في وسطه ألف، وبعد الألف إيه؟ حرفان أو ثلاثة تتوسطهما ياء. نعم، هكذا، حرفان أو إيه أو ثلاثة تتوسطهما ياء، دي اللي بتسميها صيغة منتهى الجموع. كل جمع يكون بعد الألف حرفان أو ثلاثة تتوسطهما إيه؟ تتوسطها ياء. نعم، مثل دراهم، دنانير، مصابيح، قوافل، ساجد، صوامع. شوف، ولولا دفع الله الناس، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. لاحظ، ده اللي هو صيغة منتهى الايه؟ منتهى الجموع. نعم، إذن هذا من الممنوع من الصرف. طبعا هنتكلم عن ممنوع الصرف بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله، احنا الان بس كده بنمر عليه مرور الكرام تذكيرا وتنبيها.
تعال نشوف الإعراب. مررت بمصابيح، مررت فعل وفاعل، مر فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخر من عاوز اشتغل المحل بالسكون العارض، كراهة تتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، بمصابيح الباء حرف جر، مصابيح مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف، والمنع له من الصرف علة تقوم مقام العلتين وهي صيغة منتهى الجمع. الله. ثم متى تدخل الكسرة الاسم الذي لا ينصرف؟ جيم، تدخله إذا أضيف نحو في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله أكبر، شوف جمال، شوف جمال الخلقة الإلهية يا أخي، بالله عليك يا أختي، بالله عليك، انظروا انظروا في المرآة، انظروا وتأملوا في عظيم صنع الله سبحانه وتعالى. انظر إلى العينين، انظر إلى الرموش، انظر إلى الأنف، انظر إلى الفم، انظر إلى الأذن، انظر إلى الشعر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم نعم، عظيمة جدا، لا تعد ولا تحصى، في أحسن تقويم. نعم، الفاء في نقول حرف جر، أحسن مجرور بفي وعلامة جره كسر آخر، وهو مضاف وتقويم مضاف إليه في أحسن تقويم وعلى مجره كسر آخر. إذن هنا ينبهك على ما قاله ابن مالك، وجرب الفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف، أهو إضافة أحسن تقويم، أو يأتي بعد أل ردف، أو دخلت عليه أل نحو أنتم عاكفون في المساجد، وقال لك أحسن الشيخ عندما أتى بأمثلة من القرآن الكريم. أفضل شيء نأخذ ثواب إن شاء الله، حسنات تلاوة القرآن الكريم. وأنتم عاكفون في المساجد، الواو حرف عطف، أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، عاكفون خبره مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. تمام، يبقى خلاص أدي المبتدأ وأدي الإيه وأدي الخبر، وأنتم أدي مبتدأ ضمير منفصل، منفصل لا يصح وصله فهو منفصل، فصل عن الكلمة، وأنتم مبنيين على السكون في محل رفع مبتدأ، عاكفون خبر مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وعاكف اسم فاعل يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول، وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنتم. في المساجد جار ومجرور في حرف جر، المساجد مجرور بفي وعلامة جره كسر آخره، والجار مجرور متعلق بعاكف، الجار مجرور متعلق به بعاكف، وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. سين، للجزم علامتان أذكرهما. جيم، علامة الجزم السكون وهو الأصل، والحذف وهو نائب عنه. تعال نشوف بقى السكون. السكون يكون علامة للجزم في موضع واحد، أذكرهم على المثال. السكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو ما تقوليش بقى الجزم في الفعل الماضي، ماضي مبني. تمام، الماضي مبني والأمر مبني على قول البصريين وهو راجح، يبقى إذن هو المضارع فقط هو اللي فيه مسألة إيه؟ الجزم. نعم، لم يتصل بآخر شيء، نحو لم يلد ولم يولد، أصلها يلد يولد. تمام، يكن أصلها يكون فأصبحت إيه؟ يكن. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو كفوا أحد كما قرأ ورش. تعال شوف الإعراب، مهم جدا. لم حرف نفي وجزم، خلاص، وقلب أيضا طبعا أقلب الزمان. يلد فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه سكون آخره، وفعله مستتر في جواز تقديره هو. ولم يولد الواو حرف عطف، ولم حرف نفي وجزم. يولد فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بلام وعلامة جزمه سكون آخره، ونائب الفاعل ضمير مستتر في جواز تقديره هو. ولم يكن له ولم لم حرف نفي وجزم، وقلب طبعا. يكن فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه سكون آخره، متصرف من كان ناقصة ترفع الاسم وتنصيب الخبر.
له جار ومجرور، اللام حرف جر والهاء ضم متصل مبني على الضم في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلق بكفوا، وكفوا خبرها مقدم منصوب. لاحظ بقى هنا مهم جدا، هذا الموضوع مهم جدا. كفوا خبرها، خبر ايه؟ احنا قلنا ان لم يلد ولم يولد ولم يكن له، له لاحظ معي، ولم يكن له، له دي كيف تعرب؟ الجار والمجرور متعلق بكفوا، متعلق بكفوا، تمام. وكفوا خبر ايه تبقى ايه؟ قالك خبرها، خبرها، خبرها يعني خبر ايه؟ خبر له. خبرها مقدم منصوب وعلامة تصبيه فتح اخر. واحد هو ايه؟ هو الاسم. اسم ايه وخبر ايه؟ اتكلم على كان، مش احنا بنقول فيك يكن؟ مش هي اصلها؟ يبقى ايه اصل الكلام؟ ولم يكن احد له كفؤا، كفؤا او كفوا، لم يكن احد اصل الكلام عشان تفهمها. يبقى احنا في عندنا كان الناقصه اللي هي بترفع الاسم وتنصب الخبر، اسمها هو ايه؟ احد، ولكنه ايه؟ مؤخر. وكفوا هذا هو ايه؟ هو خبرها مقدم، واضح؟ يبقى اذا ولم يكن احد له كفوا، هذا هو الاصل. اذا كفوا خبرها، خبر اسم، خبر كان، يكن اللي هي متصرفه من كان، بترفع الاسم وتنصب الخبر، يبقى هذا خبرها ما ايه؟ منصوب. خبرها مقدم منصوب وعلامة تنصبه فتح اخر. واحد اسمها مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضم اخر. نعم، جميل جدا انت تتعرف على الاعراب. نعم تمام، بارك الله. ان شاء الله نختم بهذا السؤال. الحذف يكون علامة للجزم في موضعين، اذكرهما مع الامثلة. جيم، الحذف يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو ما آخره حرف من حروف العلة وهي الألف والواو والياء، نحو لم يخش إلا الله، كما قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لاحظ، لم حرف نفي وجزم وقلب. هو ما جابش قلب، كلمة قلب في لم يلد ولم يولد، لا أدري ما السبب، لا أدري، يعني هي مثلا ليس فيها إساءة للخالق سبحانه وتعالى ولا شيء، لأن أصلا كلام نفي، نفي. طيب، على كل حال، لم يخشى إلا الله، لم حرف نفي وجزم وقلب، يخشى فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الألف، وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو، إلا أداة حصر. نعم، الله، الله، لم يخشى إلا الله، يبقى هنا النفي والاستثناء احذف الاثنين يعطيك الإعراب يخشى الله. إذا الله منصوب على التعظيم وعلامة تنصبه فتح أخير. نعم، ومن يدعو مع الله، ومن يدعو مع الله، إيش الشاهد هنا اللي معانا عشان برضه الأمور تتضح؟ الشاهد هو حذف إيه؟ ها، حذف حرف العلة، يخشى، أصبحت يخشى، ولا تستحي، أو ولا تستحي من ذكر الإيه؟ الفتحة، يخشى. وإذا كان في واو حذفتها للجزم تقول يدعو، يدعو، عو، بين ضمة العين، ولا تستحي من ذكرها، وكذلك لا تستحي من ذكر الكسرة مثل إيه؟ يرمي، يرمي، لا تقول يرم، لا. ان الكسره تدل على محذوفه، والضمه تدل على محذوفه، والايه والفتحه تدل على الالف المحذوفه. ومن يدعو مع الله، من يهدي الله، ومن يدعو مع الله مثلا كما في قوله تعالى في اخر القصص: ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان، دي في سوره ايه؟ المؤمنون، اخر المؤمنون. ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
واو ابتدائية، الواو ابتدائية حرف مبني على الفتح ابتدائية. من اسم شرط جازم تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طالما قلت اسمي يبقى مبتدأ، يبقى جملة اسمي، وحتى وإن جاء بعدها فعل هي من اسمي يبقى إذن جملة اسمي، ومن هذه في محل رفع مبتدأ، وبعد ذلك هذه الجملة كلها خبر. هذا أفضل الأقوال عند النحاة. نعم، يدعو فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، وهو الواو. نعم، وفاعله ضمير مستتر. نعم، فيه جوازا تقديره هو، وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ مع ظرف مكان مفعول فيه متعلق بيدعو، وهو مضاف ولفظ جلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الهاء تأدبا. نعم، يبقى أضفنا للإيه؟ أضفنا لظرف المكان. لا تقول الكسر، يقول لك إيه؟ كسر الهاء. وجواب الشرط قوله تعالى فإنما حسابه عند ربه. نعم، طيب من يهدي الله؟ أصلها يهدي، يهدي من اسم شرط جازم تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يهدي فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، وهو الياء. أصلها يهدي. تمام، من يهدي الله، الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضم آخره، وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. وجواب الشرط قوله تعالى فهو المهتدي. نعم، طيب أيضا قالوا في الأفعال التي رفعوها بثبات النون وتسمى الأمثلة الخمسة، نحو إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تصبروا ولا تخافي. تعال نشوف الأمثلة ونختم بها. إن تتوب، إن حرف شرط جازم تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، تتوب تتوب فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. أصلها تتوباني، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين في الخطاب مثل تتوباني، أو في الغيب يتوباني، أو واو جماعة في الخطاب تتوبون، أو في الغيب يتوبون، أو ياء المخاطبة تتوبين، وذلك هي خمسة وليس ستة كما تكلمنا من قبل. هذه الآية تسمى بالأمثلة أو النماذج الخمسة، بدلا من أن نقول أفعال خمسة حتى لا يتوهم السامع أنها أفعال بعينها. ممكن تأتي بأي مثال، تتوب، تأكل، تفعل، تشرب، تلعب إلى آخر. طيب إذا تتوب فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه حذف النون لأنه الأمثلة الخمسة، وألف التثنية ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجواب الشرط محذوف تقديره إن تتوب إلى الله تقبل أو يتوب الله عليكم. تمام، والبعض قال فقد صغت قلوبكم، خلاص هذا الجواب، يعني مالت قلوبكم. وإن تصبروا، الواو حرف عطف، إن حرف شرط جازم تجزمه فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، تصبروا فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجواب الشرط جملة قوله تعالى فإن ذلك من عزم الأمور. ولا تخافي، الواو حرف عطف لا ناهية، تخافي فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وياء المؤنث المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا نكون بذلك قد انتهينا من هذا المجلس. وسؤال اليوم بمناسبة الأفعال الخمسة، لماذا مثل النحاة والصرفيون دائما بفعل، الميزان الصرفي على فعل، وبالنسبة للأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة يقولون يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، لماذا ركزوا دائما على فعل ولم يركزوا على عمل أو أكل أو شرب أو كتب أو لعب؟ لماذا ركزوا على إيه؟ فعل، الميزان الصرفي على فعل، رغم أن العمل أيضا مطلوب والأكل مطلوب، إنسان بدون أكل يموت، لماذا لم يجعلوا الميزان الصرفي على أكل؟ يقولون ألف الكلمة وكاف الكلمة ولام الكلمة، لما ركزوا على فعل، فاء الكلمة عين الكلمة لام الكلمة، ما السبب في هذا؟
وكالعادة الجائزة جاهزة للفائز والفائزة. أرجو أن يعني من كان متابعا معنا سواء بالتعليم المتزامن أو غير المتزامن أن يتواصل معنا وأن يرسل ويستفيد ويشارك ويتفاعل حتى ينتفع ويستفيد من هذا العلم. تقبل الله منا منكم ونلتقي على خير إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.